دائما يقولوا البنت حبيبة أبوها. الله. وإنه هناك يعني علاقة عشق كده بين البنت وأبوها تختلف عن علاقتها مع أمها. دائما في حاجة إلى الأب. خليني أبدأ معك من هذه التصريحات لما قاله الداعية، إنه البنت تحتاج إلى الأب عكس ما الناس متخيلين إنها تحتاج الأم أكثر. هل صحيح إنه في علاقة مهمة بين البنت وأبوها قد تؤثر عليها سلبيا إذا لم توجد هذه العلاقة في طفولتها تحديدا؟ رائع الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا خلينا نتكلم، إذا بنتكلم بالفيزياء الإيجابي والسلبي دائما يكون فيهم انجذاب، تجاذب. فهذا التجاذب طبيعي بالفيزياء، إذن هو أي شيء كوني يحصل حوالينا بالذبذبات ينطبق أيضا على باقي المخلوقات. هذه واحد. اثنين، سبحان الله، في اللاوعي، اللاوعي يتكون في أول 8 سنوات من عمر الطفل، ويحدد من ستكون في 30 سنة القادمة. واللاوعي فيه قدرة أن يشكل دائرة، هالدائرة هذه أول علاقة يشوفها الطفل ما بين المرأة والرجل هي علاقة بين الأم والأب. مظبوط. فالدماغ شو يسوي؟ يحدد دائرة اسمها دائرة العواطف، المشاعر، الأحاسيس. هذا هل التكوينة هذه تحصل تدريجيا من فقط النظر من الأم والأب وتعاملهم مع بعض. فإذا كان الموضوع فيه محبة، أكيد أن الطفل بيستخدم هذه الدائرة كبلوبرنت، خلينا نقول كنموذج دائم موجود في عقله الباطن. وبعدين بيشوف الناس الخارج كيف يتعاملون مع بعض، بتحصل لا إرادي مقارنة. مظبوط. هذه اثنين. ثلاثة، شو فيها إذا البنت مع أبوها؟ بالعكس، هذا طبيعي، لأن البنت عموما من الفطرة السوية محتاجة إلى رجل في حياتها. ممكن يكون الأب هو أول رجل في حياتها، فهو ملك كونها الأول، بعدين أخوها إذا في أخ، بعدين ممكن يلحق عمه، بعد ذلك في عمر طبعا يكون في الزوج إذا في زوج. ففي فطرة سبحان الله احتياج بأني أنا أبوي أشوفه يحن علي يحبني، في هذا التجاذب طبيعي جدا. أستغرب من الناس اللي تقول أن هذا الشيء غلط. أو ليش غلط؟ ما هي وجهة نظرهم؟ هي احتياج. أنا يمكن يشوفون، أنا بسأل سؤال، يمكن هم من رأيهم، لو هالعائلة ما فيها بنات، الأب هذا شو وضعه؟ يعني ما على فكرة الأب بعد محتاج إلى البنت، محتاج هي اللي تركض. إحنا كنا نركض لأبونا، يعني أنا أركض لأبوي أول ما يدش من الباب. الحنية هاي سبحان الله، هي البنت تحب بعمرها بروحها، فيحن عليها طبيعي. في شيء جدا عامل مجتمعي إحنا نغفل عنه، الأب هو قوام، هو حامي الأسرة، ويشوف الأشياء اللي تحصل حوالين الأسرة ويبي يحميها. وأول الحماية لها البنت هذه. نحن البنت ما نرتاح إلا لما نزوجها. هو الأب. الأب، وبعد هاي سلمها للزوج، لذلك فيها هالمشاعر اللي أنا خلاص سلمتك أمانة، أنا ربيتها، أنا حافظت عليها، حافظ عليها. ففي جانب مجتمعي مهم، اللي هو البنت سمعتها، البنت أنت فاهمة يعني. بالضبط، لأن هذا الجانب الاجتماعي. هنتكلم على الجانب النفسي. نعم. كمان للتربية ووجود الأب في حياتها.